سؤال، ليش الأطباء يقول لك اسلق البيضة 12 دقيقة، لا تخليها تنسلق أكثر من 12 دقيقة؟ شنو السبب؟ هاي الصورتين راح تبين لك شنو السبب، وأنا راح أعطيك المعلومة الصحيحة. أول شيء، هاي هنا البيضة أشوفها صفرة، يعني هاي البيضة طبيعية، أما هاي البيضة فشوفها بيها خضار وبكر الصفار. هاي البيضة هنا انسلقت لمدة 12 دقيقة فقط، أما هاي البيضة فانسلقت من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وهنا تغير اللون مالت البيضة. وشنو السبب اللي خلى اللون مالت البيضة تغير من الأصفر للأخضر؟ والسبب انه مادة الافيدين اللي موجودة بيمن بالبيض، هاي المادة اذا انسلقت البيضة اكثر من 15 دقيقة راح يتغير اللون مالتها، وهنا راح يكون اذا اكلت البيضة وهي هيك اللون مالتها اخضر راح يسبب لك مغص بالمعدة، وراح يسبب لك اسهال اجل الله السامع، وللاطفال راح يسبب لهم مغص مستمر. فانت شو تسوي؟ اسلق البيضة من 7 دقائق الى 10 دقائق، لا تخليها تعبر الى 12 دقيقة. فاذا عجبتك المعلومة خلينا لايك وخلينا متابعة، وباي باي.